كثير وفي عام وادي بنياس واحد من روافد نهر الأردن اللي يسميه نهر الشريعة. الحكي قلنا عام وادي بنياس يوم الأحد 20 آذار 2022. معكم فؤاد حسين من قرية قرقيش. أنا موجود بالقرب من مقام سيدنا يهودا صلى الله عليه، المنطقة كانت منطقة معزولة بين سوريا وبين إسرائيل لعام 67، اليوم هي تابعة لإسرائيل. الحكي عن وادي البنياس، واحد من روافد نهر الأردن الثلاثي، نقدر نقول أكثر شوي لأنه على طريق يجروا عليه روافد الجداول من منطقة الجليل من جهة إسرائيل ومن حقبة الجولان من جهة سوريا، بيلحقوا التلفولي بيجروا من الشمال للجنوب، بيوصلوا بحيرة طبرية ونهر الأردن بيطلع من بحيرة طبرية بيوصل على البحر الميت بين الأردن وبين إسرائيل، طوله حوالي 243 كيلومتر. بيجري كل أيام السنة أما بفصل الشتاء والربيع بفعل أمطار الخير والبركة بيجري باندفاع وبقوة أكثر. شكرا لكم، ان شاء الله نلتقي بيوم ثاني في محل ثاني.